الفيلم اخرى امريكان صورناه في 2019 ودابا عاد شفناه مع الجمهور في العرض ما قبل الاول في الدار البيضاء ومن بعد الرباط. وحنا اليوم كنتواجدوا بمدينه تطوان لان هذه المدينه هذه عزيزه لنا وكنت صورت فيها بزاف ديال الاعمال مع المخرج المتميز المرحوم محمد اسماعيل الله يرحمه في هذا النهار. من صورت معاه وبعد وصورت معاه بزاف داكشي علاش عندي علاقه بهذه المدينه هذه واصريت انه نكون متواجد خصوصا معنا فيصل عزيزي ابن المدينه تطوان. بغيت نقول بانه حنا اليوم حضرنا باش نشوفوا هذا الجمهور هذا نتلاقاو به ونقولوا كلمه ونسمعوا حتى هو الاراء ديالو. الحمد لله تجاوب مع الفيلم وعجبه هذا هو المبتغى وهذا هو اللي كنا كنتسناو حنايا هو انه كنكونوا متخوفين بشكل كبير قبل ما العرض ولكن فاش كنقول وسط الجمهور وكنسمعوا هاد الاصداء هادو وهاد التصفيقات من بعد العرض فهذا كيفرحنا بان الدور هذا راه كان مكتوب في السيناريو وخدمنا عليه بشكل كبير لانه فيلم سينمائي وايضا المخرج ديالو متكون بشكل كبير في ورزازات الافلام الاجنبيه فهذا هو اللي خلانا حنا ناخذ وقت كبير في التدريب وكنطبقوا داكشي اللي كان مكتوب في السيناريو. داكشي علاش شفنا ان الدور كله في هذه الحله هذه. باقي لحد الان ما كاينش شي عروض ولكن حنا كنا صورنا فجيتي عندنا صورنا بغيت حياتك اللي كانوا كاتبينه البنات من اخراج شوقي العوفير. كنقول البنات لانهم صديقات قراب ليا وكيعجبوني الكتابات ديالهم سامي اقري ونوراس قلي وايضا الحلو المسلسل اللي غادي يشوفوه في القناه الثانيه وان شاء الله غادي تكون شي حاجه ضروري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.